إذا مراقب بالمباراة فيصل العبيدلي يتأكد الآن يرفع إيده لحكم المباراة الفضلي، الآن هو جاهز أيضا يقول له أنا بس فقط أصفر نعم والصافرة. ضيف الله الفضلي بيعلن عن بداية المباراة وبالتوفيق إن شاء الله للطرفين. بداية المباراة شوطها الأول والانطلاقة، وإن شاء الله نشوف مباراة أيضا يعني مثل ما تكلمنا في البداية يعني على مستوى الفريقين الآن والإقراب لبعض من النقاط، 9 نقاط الساحل 8 نقاط العربي. بداية المباراة والساحل بينطلق في الكرة اللي في وسط الملعب، أحمد غازي دائما شايفه يعني اللاعب اللي يكون مع مرزوق العازمي أحمد غازي، وهادي الحربي على اليمين، ويحاول أيضا ناصر فالح لافي طبعا عضو مجلس إدارة نادي الساحل ولاعب كان سابق، وهذا ولده بالتأكيد أيضا عارف شلون الأمور معه، حتى محمد جمال العتيبي اللي في المقدمة بنادي الساحل أحد الوجوه الشابة الحقيقة يقدم أيضا مستوى طيب، وأبوه هو مدير عام كرة القدم بنادي الساحل على فكرة جمال العتيبي. الأسماء لما نتكلم عن الآباء فلذلك معناها الولد يطلع لأبوه رياضي. هذه الكرة سريعة والانطلاقة البداية للعربي وملعوبة على طول، لكن هوين برا الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى. شوف انطلاقة حلوة أيضا عبد الله عمار شاب وقادم للكرة العرباوية والكويتية بالتأكيد، وهو بيحاول يعني يبحث عن نفسه وفي منتخب الكويت، وإن كان باسم مرمر الحقيقة اللي يعني ألقى دوره تماما في المباراة اللي شارك فيها، وحتى محمد صفر اللاعب على اليسار، ولذلك الآن هو يشارك أساسيا على الجهة اليسرى، ويبقى محمد صفر أيضا في الجهة اليسار غير متواجد، لكن هذه الأمور فيها تنافس كبير وشريف بين اثنين تلقاهم في نفس المركز على اليمين وعلى اليسار. على فكرة عبد الله عمار أيضا يلعب على جهة اليمين مكان محمد فريح إذا دعت الحاجة. حسن حمدان أحد أيضا لاعبي منتخبنا الأولمبي إن شاء الله المنتخب الأول، وهنا أيضا أحمد الصالح اليوم يعود السوري، طول كرة طويلة ناحية تفريح لكنها مقطوعة من عبد الله العتيبي بشكل حلو، ولا زالت كرة عالية على طول ملعوبة ناحية سدريك، والانطلاقة الآن لسيكو كيتا والعرضية ويحاول فيها لكن الكرة ما طلعت وتبغى مع الدفاع ويلعبها على طول جاسم عتيج اللي في النص، جمع عبود يلعب الكرة أمامية ناحية سيدريك، لكن هي أغرب في النهاية لنواف المنصور. أول 3 دقائق فيها حركة نواف المنصور أيضا لاعب خبرة الحقيقة، انتقل لأكثر من نادي، بدأ بنقول بالسالمية كظهور وكخ يعني شخصية كان في مرمى نادي السالمية، والآن هو بطاقته طبعا لاعب يعتبر حر، إذا كانت البطاقة لديه فهو لاعب حر في يكون انتقالاته مع كل نهاية موسم. رمية التماس لنادي الساحل على جهة اليمين، واليمين دائما لضاري حمد حربي، أيضا حمد حربي معروف لاعب أيضا كان نادي الفعيل ولاعب مهم جدا، ولده اليوم أيضا يشارك، شيء جميل الحقيقة لما نسمع أسماء قديمة لأبنائنا في أنديتنا، واليوم أبنائهم الله يحفظهم ويحفظ آبائهم إن شاء الله وكل المستمعين. أحمد الصالح لحسن حمدان، محمد فريح وسط الملعب، محمد فريح مرة ثانية، حسن حمدان تمريرة، يا سلام حلوة اللعبة من هنري لي كيتا، لكن تنشال لعبته حلوة يشيلها البرازيلي ليوناردو، ناردو لاعب وسط نادي الفعيل، ومعه ايضا تاليسون اليوم البرازيلي قلب الدفاع في نادي الساحل. حسن حمدان يعلي ويغير هناك، والمحاوله للعربي بدر طارق خطيره للعربي وشايت، لكن تضرب وترجع، تكتل دفاعي من الساحل القى الهجمه الخطيره للنادي العربي، محاوله تبغى للعربي وتعود في الدفاع واضح سريعة يعني شايف أيضا هذا حسن حمدان أبعدها إلى خارج الملعب رمية تماس. حسن حمدان أحد الوجوه الشابة حقيقة، لاعب مخلص لاعب قتالي داخل أرضية الملعب
وقلب دفاع ناجح متطور من مباراة لمباراة. الله يوفقه. انقطعت وبالخطأ أحمد غازي، لكن الراية والتسلل، راية والتسلل على اللاعب أحمد غازي اللي كان متقدم هناك. شطي اللي يعني يحاول هو اللي يبحث، شوف نعم راح يرفع الراية، واضح 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 واضح، راية والتسلل الآن طويلة وعتيجي يتركها لحارس مرمى نواف المنصور، يتركها لنواف المنصور. الجولة السابعة اليوم بدايتها بعد التوقف الإجباري تقريبا 12 يوم للمباريات الودية الدولية فيفا دي. المساعد طبعا هنا، وهذه الكرة لسليمان عبد الغفور، بعدها على طول عالية سليمان عبد الغفور إلى رمية تماس عبد الله العتيبي. سيدريك هنري العاجي يعني جهود أيضا لا ننسى حقيقة اللاعب السنوسي الهادي اللاعب منتخب ليبيا، حقيقة دائما إمكانياته عالية. ويا السلام على اللعبة الثنائية ما بين هنريك وكيتا وهنري ملعوبة. سيدريك 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 فوت فوتها، الله لا 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 لا، حلوة حلوة حلوة، ثلاث نقلات نتكلم في داخل قريبة ال 18، لكن بدر طارق، بدر طارق هذه الفرصة ما تضيعها يا بدر طارق أبدا. شوف شوف اللولة لعبوها مع بعض ثنائية ما بين سيكو كيتا وسيدريك، وشوف سيدريك هنري وين سلمها وبعدين أيضا فوتها. يا السلام، لا لا ما تلعب بهالصورة، لا 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 لا، هدف هدف ضائع للعربي في الدقيقة 7. في الدقيقة 7 كان ممكن يكون من أجمل النغلات وأجمل الأهداف لو ركنها بزاوية صعبة، لو ركنها، لكن الدقيقة 7 بدر طارق فوق العارضة، وكان بإمكانه يخليها بين القائمين والعارضة، ولكن هي كرة القدم حلاوتها بما يدور داخل أرضية الملعب، وأحيانا الفرص اللي تضيع ممكن تؤدي إلى ربكة في الفريق الآخر اللي يضيع ويستقل الفريق المنافس ممكن من كرة مرتدة ويسجل ويسجل. جمعة عبود كيتا، جمعة عبود مرة ثانية كيتا بيحصلها، محمد فريح يعطي أفضلية حكم مباراة ضيف الله الفضلي على جهة اليسار. محاولات العربي لا زالت يعني يستغلها عن طريق اليسار، يستغلها واضح عن طريق اليسار، وهناك بدر طارق الحقيقة أو يعقوب، لكن على العموم شوف طويلة من جاسم عتيج في الوسط، ليوناردو يرجع وراء، حاول فيها مرزوق العاصم، حاول مرزوق، شايف ايضا شوف يوسف جالي مدرب الفريق اتمنى له التوفيق الحقيقه. ولما اتكلم عن يوسف اتكلم عن يوسف الفضلي صحيح مساعد عام كره القدم المتواضع دائما الحقيقه، يزودنا كاعلاميين بالتشكيله باللاعبين الغير موجودين الاشياء اللي تخص فريق كره القدم، طبعا هو مساعد ولديه الخبره الحقيقه الرياضيه في المجال الاداري يوسف الفضلي مشكورا. في الوسط عيسى يعقوبو، عبد الله العتيبي، مقطوعة جمعة عبود خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية التماس شوف يعني اللعبة ناصر فالح، حلوة التمريرة خطيرة لو حصلها خطير جمال ويشيلها يشيلها والمست برا الملعب إلى ضربة مرمى، يقول له لا محمد جمال العتيبي يقول له يلعب ضيف الله الفضلي حكم مباراة، وهناك أيضا المتواجد
يعني راح اقول له رايح للكره، يقول احمد الصالح رايح للكره للكماله. شوف يقول لك في اللاعب وسقوطه صحيح، وهي لمست محمد جمال العتيبي، وهذا السوري الدولي شوف على الكره، حكم مباراه توضح حتى الاشاره لا يقول له قاعد يلعب على الكره. ودائما نحترم قرار الحكم بالتاكيد، وحكم مباراه هو جزء من اللعبه بالتاكيد، اخطاء يعني، ودائما يقولون حلاوه كره القدم باخطائها، لكن التكنولوجيا والان الفي ار والامور هذه كلها والمحاولات اللي تطور من عالم كره القدم حتى الان ما هم قادرين يسيطرون. الاخطاء موجوده، الاخطاء هي موجوده. على العموم كره برا الملعب الى رميه تماس، اللعبه عاليه، حاول فيها احمد الصالح، حسن حمدان في لاعب من الساحل على الارض، روح رياضيه عاليه يبعدها طبعا حسن حمدان لاعب نشره، جول جميله للارضيه الملعب، سلامات مشاقب في الهجوم دائما وسريع، وواحده من الكرات اللي حاول فيها يكسب ركله جزاء لكن لم يستطع. على العموم سلامات ان شاء الله، سلامات تكلم ايضا عن طاقم التحكيم يضيف الله الفضلي سيد علي محمود، عمر الشطي، هاشم الرفاعي الرابع، علي جعفر حكم مساعد اضافي اول، وعبد الرحمن الكندري حكم مساعد اضافي ثاني، ومراقب المباراة فيصل العبيدلي. توفيق ان شاء الله للطاقم التحكيمي للفريقين لأداء طيب ان شاء الله الاثنين. طالع توجيهات طبعا علي مندني مدير عام الكرة، وايضا احمد النجار وعبد الله الحائري الاداري الفريق القادم الجديد كإداري، ولا زال يعالج طبعا اللاعب محمد جمال. وهنا يوسف جالي يقود تدريب نادي الساحل هذا الموسم، اتمنى له التوفيق، يعني هو الحقيقه في المراحل السنيه كان مع الفيحيل ومع الساحل الشباب يعني درب، ولذلك هو يعرف ايضا المنطقه العاشره نادي الشباب الساحل الفيحيل، ما هو قريب عليهم يوسف جالي. ضيف الله الفضلي كم المباراة يعطي إشارته برمية التماس تصبح لي الفحيل، وأيضا راح يرجعها شوف روح رياضية عالية لحسن حمدان اللي هو أخرج الكرة في الحقيقة لرمية التماس. أحمد الصالح يعني 13 دقيقة حتى الآن التعادل يبقى قائما 0-0 صفر صفر هنا على استاد كاظمة، يعني 12 دقيقة على ساعتي أنا، ساعة كاظمة طبعا ما هي شقالة، وساعة كاظمة يبدو أنها فيها خلل فيها عطل لا أعلم، لكنها غير شقالة، نعتمد على ساعتنا اللي نحملها، وساعة حكم مباراة هي عنده بالتأكيد. على العموم عوبة حسن حمدان، مرر محمد فريح، يحاول محمد فريح يتركها ويلعبها في النص، جمعة عبود سلم كرة على اليمين محمد فريح، حلوة يا سلام حقيقة في تفاهم حلو جميل، وهذه خطيرة للعربي جول. الآن بدر طارق، لكن الجميل في الهدف لعبات العربي الجميلة ما بين كيتا وسيدريك هيري وبدر طارق، الثلاثي نتكلم عن ثلاثي الحقيقة جميل، نفس الكرة شوف شوف محمد فريح وفوتها أيضا ولعبها له ويحاول يتقدم وينقل كرة هنا، والمتابعة الصح وضع الكرة على الأرض ما تفلسف فيها زيادة هالمرة خلاص، ودرس اللعبة الأولى اللي ضيعها في الدقيقة 7 اللي ضيعها في الدقيقة 7 عوضها في الدقيقة نقول 15 الدقيقة 15 الشوط الأول، هدف حلو 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 حلو، لكن والله نقلات جميلة جدا بين سيكو كيتا سيدريك هنري يعملون حركات توهق المدافعين، وعوضها بدر طارق
بالهدف اللي حط الكرة الأولى فوق العارضة، الآن يقول لا 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 بحطها على الأرض تماما، لا يعلق عليه حامد كميل ويقول ضاعت مرة ثانية. وفعلا يسجل بدر طارق أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة، لكن التمريرة الجميلة جدا ما بين سيكو كيتا وأيضا اللاعب سيدريك هيري لما لعبها عرضية على طبق من ذهب لبدر طارق يسجل فيها أول أهداف المباراة العربي. هدف أول للعربي لبدر طارق، لكن قبل الهدف كانت النغلات أجمل خاصة ما بين سيكو كيتا وسيدريك هنري لما لعبها عرضية، عرضية يعني هنري على قدم بدر طارق والعربي، والهدف الأول العربي يسجل أول أهداف المباراة في أول ربع ساعة من شوط المباراة الأول. لكن ثنائي جميل، تفاهم أجمل حقيقة ما بين سيكو كيتا لاعب غينيا والعاجي سيدريك هنري أيضا واحد من الهدافين، قريب عند حكم الرابع الحدث طبعا هاشم رفاعي، خطأ راح ينفذ مرزوق العازمي، مرزوق لاعب وسط نادي الساحل لعب له كرة ويتركها، يتركها الدولي الخبرة الحقيقة على طول لحارس مرماس لمن عبد الغفور أحمد الصالح، ثقة كبيرة. أنت لما طالع أيضا الحقيقة لما قاب خطيرة خلينا نتابع هذه ويبعدها، يبعدها عبد الله العتيبي، برافو عبد الله العتيبي، شيل كرة من أمام بدر طارق اللي ضيع هدف وسجل هدف وكان ممكن يصيد له كرة الثالثة الآن، لكن بدر عبد الله العتيبي شالها من أمام بدر، شالها وبعدها وألقى الدور الحقيقة اللي قدمه بدر طارق، شايفينه صاحب أول الأهداف، صاحب أول الأهداف في المباراة في الدقيقة 15 الشوط الأول. تتكلم عن العربي اللي مسجل قبل المباراة هذه 8 أهداف وعليه 7، يعني عنده خلل في مشكلة الدفاع، في الدفاع طبعا قاب حقيقة عنهم أحمد الصالح اللي دائما يكون مع حسن حمدان وجمع عبود، وهذا هداف فريق أيضا سيدريك هنري السنوسي الهادي القائب اليوم. لكن العربي بمن حضر مثل ما قال مشعل عبشل في اللقاء التلفزيوني قبل المباراة مناسبة هذه الكرة ملعوبة، سليمان عبد الغفور ضاعت على الساحل وهذه كرة تبعد عرض، لازالت خطيرة وماذا؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء، يقول له محرك ايدك ركلة جزاء. شوف شوف الخطأ اساسا من سليمان عبد الغفور، خطأ يتحمله سليمان عبد الغفور، وهنا اللعبة والتسديدة وبالايد، واضح حكم مباراة واحتجاج خفيف نوعا ما من العربي، لكن سليمان ما هي هذه عادته ابدا، الكرة تسقط من ايده، وانا اعتقد يعني الهدف او البلنتي اللي تسبب فيه يعتبر سليمان عبد الغفور في الدقيقة 18، في الدقيقة 18 هذه الكرة مرة اخرى، يقول له انا معطي ظهري لكن هو محرك ايده حسب قرار حكم مباراة ضيف الله الفضلي. والان ركلة الجزاء، محمد جمال العتيبي اللي طالب بركلة جزاء، والان تأتي ركلة الجزاء وسليمان عبد الغفور في مرماك. انت تتكلم عن الدفاع العربي في مرماهم 7 قبل المباراة ولهم 8 اهداف من هجومهم، اليوم سجلوا الهدف 9 والان ماذا؟ هل يكون الهدف 8 في مرماهم؟ يعني يسجلون هدف يسجل في مرماهم. تيبي جول، الساحل يعود بركلة جزاء، الساحل يعود بركلة جزاء ويسجل منها هدف التعادل في الدقيقة 19 بعد 14، يعني نقول بعد كم 4 دقائق، بعد 4 دقائق من هدف التقدم للعربي سجل، برافو برافو الحقيقة ثقة، سجل من ركلة جزاء محمد جمال العتيبي الهدف الأول والتعادل 1-1، 1-1، إذن العربي 1 والساحل 1. واتكلم عن الدفاع
وركلة جزاء أنا أحمل، معلش يا سليمان أحملك المسؤولية وليس الدفاع، لأنك أنت في الأساس خروجك لها المفروض تستلم الكرة صح. وأيضا الأخطاء واردة مثل ما بديت في كلامي، للدفاع للحارس للمهاجم، ضيع بدر طارق، في حد تكلم طولت المشكلة، لا لكن حراس المرمى راح يطولون عليهم الجمهور، راح يقول ليش وما ليش وهالأمور هذه. على العموم الساحل يعود والتعادل واحد 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 واحد. الآن من ركلة جزاء يحتسبها حكم مباراة ضيف الله الفضلي، تنقطع في النص، فيها خطأ للساحل للبرازيلي ليوناردو على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله، السلامة، تدخل أيضا مع اللاعب سيكو كيتا صاحب الإمكانيات العالية مع سيدريك هنري بتمريرات واحد يفوت الكرة الثاني بشكل جميل ورائع، حتى الهدف اللي هي للعربي من الأهداف فعلا الجميلة، وفيها يعني تكتيك معين وتنظيم معين للعربي، استطاع أن يسجل، استطاع أن يسجل. يعني الساحل بقياب ثلاث لاعبين محترفين اليوم عندنا الحقيقة، اللي هو مارسيلو وإدواردو حجر عليهم، وهناك أيضا ماسيس المصاب اللاعب البرازيلي الثالث، فقط اثنين يلعبون، تاليسون في الدفاع وليوناردو في وسط الملعب، بينما العربي يلعب بالرباعي ويقيب فقط الليبي السنوسي الهادي، اللاعب الخطير جدا واللاعب المكمل دائما في الهجوم والوسط وصنع الأهداف، وأيضا هو صاحب هاتريك السنوسي الهادي في مرمى أول. شوف اللعبة في النص، خلينا نشوف بدر وين بيسلم، و يعني الهاتريك سجل على القادسية السنوسي، يغيب اليوم لمشاركته، وهذه أيضا خطيرة، وسليمان كان شوية متقدم، حارس مرمى منتخب النادي العربي منتخبنا الوطني والحارس الأمين دائما نقول، لكن الأخطاء واردة، أخطاء واردة، ليس تبرير لسليمان، كرة كانت الآلية حاول نزلت منه، استفاد منها الساحل، راحت يمين يسار، أخيرا ضربة جزاء يأتي منها هدف أول الساحل. أيضا ماثيوس إدواردو اللي سجل هو الهاتريك الثاني أمام خيطان، وهو أيضا يقيب اليوم عن الآن المباراة للإصابة، هو موجود بدكة الاحتياط لكن يعني مشاركته ضعيفة جدا حسب ما كلمونا الأخوان. على العموم نواف صور حارس المرمى لكنها خارج الملعب، لا رمية التماس، رمية التماس، إذن تعود المباراة لبدايتها تعادل واحد واحد، بدايتها 0-0 والآن 1-1، بداية 0-0 الآن 1-1، لكن تأكيد هي نفس النتيجة، التعادل قائم، نتكلم التعادل موجود بين الفريقين وكل يبحث عن الثلاث نقاط ما فيها كلام. أوبا صالح، وقف ضاري، وقف بطل، بطل بطل يا هادي، فوق فوق فوق، اقرب اقرب. نعم يعني الحقيقه انا شايف اليوم اللاعب عبد الله حسن محمود اللي يشارك على الجهه اليسرى مع الثنائي حسن حمدان واحمد الصالح، دائما جمع عبود شايفة أيضا اليوم في المكان اللي بيلعب فيه دائما عبد الله الشمالي مع يعقوبو، يعقوبو عيسى، يعقوبو في النص، حسن حمدان، وأيضا عبد الله حسن محمود، صفر يقول له خلاص خلي الكرة، ضيف الله الفضلي يعني الشمالي اللاعب المقاتل دائما في الوسط
مكانه اليوم هو جمعة عبود، تكلم جمعة عبود أيضا يلعب بالدفاع ويلعب قلب ويلعب نص متأخر ويلعب على الجهة اليمين ما شاء الله بالمراكز الثلاثة جمعة عبود. محمد فريح، حتى الآن محمد فريح لم ينطلق كثيرا جهة اليمين، محمد فريح ينطلق كثيرا، نايف حميد اللاعب الحقير أيضا اللي أثبت وجوده في وسط النادي العربي، يعني بندر السلامة اللي أصيب مع تدريبات منتخبنا الوطني، السنوسي الهادي، تكلم عن الأسماء هذه أيضا مؤثرة في النادي العربي، وإن كان أيضا الساحة الحقيقية ثلاث محترفين لهم دور كبير في الفريق. جمعة عبود، عيسى يعقوبو، يعقوب مرة ثانية يمرر محمد فريح، في راية في راية في راية في راية، الراية موجودة، راية راية سيد علي محمود، محمد فريح ينطلق في كرة حلوة، هذه الكرة والإعادة فيها الإفادة دائما. على العموم تسلل ضربة حرة غير مباشرة، تسلل نواف المنصور، يعني وصلنا تقريبا الآن دخول على الدقيقة 27، يبقى التعادل حتى الآن 1-1 1-1. عبد الله حسن محمود، على فكرة يعني حسن محمود لاعب نادي خيطان اللي ذكرونه، هذا ولده، ولده بما أننا ذكرنا أسماء لنادي الساحل أيضا نذكر هنا. جمعة عبود، جمعة بينية سريعة سريعة سريعة، صح فكرتها يا جمعة لكنها سريعة على محمد فريح، والكرة خارج الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى، ثبت نواف المنصور وياخذ له شوية وقت ويرجع ورا، والكرة برا الملعب إلى رمية التماس، والكرة برا الملعب إلى رمية التماس، يعقوبو، جمعة عبود، فريح فيها صافرة وفيها خطأ، كرت أصفر ممكن يظهر، نعم كرت أصفر أول، شوف اللعبة التدخل من جاسم عتيج، جاسم عتيج في انذار الدقيقة 28 من شوط المباراة الأول، أول انذار طبعا في المباراة، ماشي المباراة عادية، ماشي المباراة هي يلا شباب حيط عبود، بدر طارق صاحب وركت ويرجع ملعبها له، أرضية جميلة، أرضية سيدريك هنري الآن يعلي ولا يشوت على المرمى، أيضا شويت شويت بدر طارق، شويت بدر طارق شويت، وممكن يستغل تسديداته لبعيدة ويعوض أيضا الفرصة الأولى اللي يضعها، لكن الثانية ما ضعها، سجل منها هدف، بيعلي كرة داخل منطقة 18 أو على المرمى، بدر طارق بيهيئ نفسه شايد، تضرب في الحيطة ترجع له مرة ثانية، لكن عود لأحمد الصالح، أحمد الصالح، عبد الله عمار،
وأيضا مقطوعة من إيج، تبقى في الوسط جمعة عبود، حاول فيها مرة ثانية، التعادل قائم 1-1. العربي سجل في دقيقة 15 بدر طارق، ومن ركلة جزاء الساحل محمد العتيبي، برافو أيضا عبدالله العتيبي، هنا يقطع كرة، جمعة عبود يحصلها ويحاول يعللها كرة عرضية ونواف، نعم قطع الكرة من فوق المهاجم وتبقى في الإيد. فيها صافرة، فيها خطأ لأحمد الصالح مع محمد جمال العتيبي، الإيد استعمل إيده، يقول لا 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 ما سويت شيء، ما سويت شيء لا. الإعادة دائما فيها إفادة، شوف شوف إيدك، شوف إيدك، لا 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 بعد تقول ما سويت شيء. وأيضا شوية ذكاء من أحمد الصالح، على طول وقف حتى يعطي، يقول له أنا وين شايف. جمعة عبود لاعب وسط اليوم، ارتكاز في المكان اللي يشغله دائما عبد الله الشمالي. بدر طارق، البينية ليشم خطيرة، ماذا يفعل عبد الله عمار؟ كما فعل في الدقيقة 7 بدر طارق، فرصة ما ضيع عبد الله عمار، جاء من الجهة اليسار تماما كظهير أيسر ويضيعها في الدقيقة 31. الدقيقة 31 عبد الله عمار، عبد الله عمار أيضا فوق العارضة، فوق العارضة، ويضيع هدف مؤكد للعربي، كان ممكن يكون ثاني. جمعة عبود لمحمد فريح، فريح بيلعب كرة ليه سيدريك هنري، بيتركها برا الملعب إلى ضربة مرمى، لضربة مرمى، فرصة العربي الثانية الآن لمواجهة المرمى، وتضيع من اللاعب عبد الله عمار اللي انطلق من الجهة اليسرى. على فكرة يعني العربي هو يلعب بالثلاثة الثابت دائما، أحمد الصالح، حسن حمدان، وعبد الله حسن محمود، ثلاثي، بعدين على الأطراف يمين محمد فريح وعبد الله عمار على اليسار اللي انطلق في الكرة الماضية، ولكن وين لعبها عالية وبعيدة، يحتاج إلى تركيز، إلى هدوء، إلى توجيهات. شاب صغير عبد الله عمار، ومع مرور الوقت راح يأخذ فرصته أكثر وأكثر، وراح يعرف الفرص إن اللي ضاعت منه يستقلها في المباريات القادمة بالتأكيد، أو في الوقت المتبقي من هذه المباراة أيضا. عيسى يعقوب طويلة، راية وتسلل، حتى نوقف عندكم نقول راية وتسلل، خلاص واضح عيسى يعقوب، والساحل بدأ شكله يلعب على كشف التسلل، وكشف التسلل سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. يعني لاعب غانا، لاعب حقيقة إمكانياته عالية، لكن التفاهم أكثر شايفه واضح ما بين سيدريك هن العاجي والغينيا سيكو كيتا في البداية. رمية التماس للعربي، تماس ملعوبة للعربي، سيدريك قوبو وكيتا، تروح من محمد فريح، تبقى ليوناردو، لعب كرة حلوة ليوناردو، ناصر فالح حصلها قبل الأوت، لكن الكرة وين؟ برا الملعب إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى. سليمان عبد الغفور يلعبها إلى أحمد الصالح، أحمد الصالح يعقوبو، جمع عبود، جمع عبود، حسن حمدان، محمد فريح يضغط عليه العتيبي، مرة ثانية حسن حمدان، جمع عبود يغير على الجهة اليسرى، يتقدم فيها أيضا عبد الله حسن محمود، يساعد دائما عبد الله عمار، عبد الله عمار هو اللي ساعده في اليسار. هذه كرة ملعوبة ناحية بدر لكنها تنقطع، ترجع مرة ثانية العربي، يعقوبو يقطعها وفيها صافرة، لمسة يد من حكم مباراة ضيف الله، فضلي يعمل سبرنت، لكن وين الكرة؟ عند الحكم المساعد الثاني هناك عمر الشطي، وهو بعيد حقيقة عن المسافة، لأن الكرة كانت طويلة طويلة. يوم الجولة 7، طبعا المباراة الأولى اللي جمعت أيضا نقول كاظمة والشباب،
كاظم فاز بهدف قابل لا شيء. والعربي الآن مع الساحل، وهناك لقاء يجمع أيضا برقان مع التضامن، كان مع التضامن. بدر طارق، جمعة عبود، غير ناحية محمد فريح، يستلم محمد فريح بيتقدم ويبي كرة يحاول لعبها يسقط على الأرض وتروح عليه الفرصة، والتمرير أيضا يونادو خطأ يبعدها حسن حمدان دافع النادي العربي الشاب القادم لقيادة هذا المكان في القلب مع السوري أحمد الصالح حقيقة. ينضم لهم عادة جمع عبود أو عبد الله حسن محمود اللي تقال نجار، وأيضا طاقم التدريبي أحمد عثمان يوسف الرشيدي، ودير عام الكرة علي مندني اللاعب الدولي السابق والحكم الدولي السابق علي مندني. رمية التماس محمد فريح، أحمد الصالح، عبد الله حسن محمود، ايضا مقطوعه من جاسم عتيج، تبقى في النص سوق العازمي، سهله لمحمد فريح، عبد الله قوبو، برافو برافو الحقيقه، يعني ظهور للاعب على طول. تاليسون تاليسون هذا اللي امامك البرازيلي، والله خطف كره حلوه، وعلى فكره هي ركنيه ركنية للعربي، تخصص هناك بدر طارق بالركنية، بدر طارق بالكرات الثابتة لبدر طارق، والفرصة جاءت لأن يلعب أساسيا لأن السنوس الهادي غير موجود اليوم، صالح ما يحصلها، تبقى لنادي الساحل الآن. تمرير خاطئ محمد فريح بالرأس أيضا بالخطأ، توصل للدفاع الساحل، تغيير لعب على الجهة اليمنى، هادي الحربي سريع وعبد الله عمار معاه، والكره برا الملعب الى ضربه مرمى، ثبتها سليمان عبد الغفور حارس مرمى النادي العربي. هدف الساحل حمله مسؤوليه سليمان لان سقطت منه الكره، مدحناه كثيرا سليمان في مشواره الرياضي في النادي العربي والمنتخب، لكن اليوم ايضا ننتقده على الكره اللي سقطت من ايده، وشوف غلطه الشاطر بعشرة بالتأكيد لأنه حارس دولي وحارس خبرة وحارس لمشواره الرياضي الجميل مع العربي والمنتخب. على العموم كرة برا الملعب، رمية تماس عبد الله عمار اللي أضاع فرصة ما تضيع أيضا في الدقيقة 31، والآن وصلنا للدقيقة 38 شوط المباراة الأول 1-1. العربي يلعب بثمان نقاط، الساحل يلعب تسع نقاط، الساحل لعب ست مباريات، العربي لعب خمس مباريات. أسهل أسهل يتركها البرازيلي ليوناردو خارج الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى، ثبتها نواف المنصور، نواف يلعب له كرة طويلة ناحية الضاري، حمد حربي تابعها مرة ثانية، يلعب كرة على الأرض مع عاصر ساحل، برافو قدم كرة صح، تاليسون عتيج طلع العتيبي، العتيبي سلم العتيبي جمال، طاح محمد فريح، رأسية من عيسى يعقوبو، وأخيرا خطيرة حصلها، برافو برافو ما يعس والله ناصر فالح، لا في ما يعس، وعلى طول تقدم خطف كرة في تهاون كان من السوري، وهذه مرتدة الآن والرأسية يحاول فيها سيدريك يحصلها مع كيتا، انقطعت مرة ثانية، جمع عبود يتركها لمحمد فريح في الوسط، عيسى يعقوبو حاول يمر ومع أحمد غازي مور، ترجع مرة ثانية بدر طارق تروح منه سهلة، تنقطع ليه الساحل لعوبة بشكل حلو، لكن محمد جمال تهاون وراحت سهلة الآن
من عبد الله حسن محمود، يسلم لعبد الله عمار، عيسى يعقوبو يغير لمحمد فريح، وفيها خطأ على محمد فريح، خطأ على محمد فريح. شوف هذه اللعبة، وأيضا خطأ دخول في تهور من محمد فريح. يبقى المركز الأول حتى الجولة السادسة، القادسية 15 نقطة، النصر في المركز الثاني من 5 مباريات أيضا 11 نقطة، الكويت والسالمية والساحل وكاظمة والفحيحيل كلهم عندهم 9 نقاط. طبعا خلاص كاظمة انتهى ل 12 نقطة الآن في المركز الثاني مؤقتا، ويبقى طبعا الشباب على نقاطه 8 نقاط، العربي عنده 8 نقاط، وبرقان 8 نقاط، الجهرة 6 نقاط، التضامن 5، وصليبيخات 4 مع خيطان، واليرموك خالي من النقاط. فيها خطأ، خطأ على تاليسون مع كرت أصفر، تاليسون لأن هو الإنذار الثاني في المباراة. طار جاسم عتيج، شوف اللعبة مع كيت، مع كيت، مع كيت، مدت اليد ما أدري، ضيف الله الفضلي اعتبرها خطأ عادي وعطى سلوك غير رياضي، كرت أصفر. لكن ما تمد يدك على اللاعب ولا تمد يدك على الحكم، ضرب، محاولة الضرب، الكرت الأحمر، دفع ما دفع، هذه تختلف أمور ثانية، تقديرها حكم قدرها بها الصورة، ضيف الله الفضلي. على العموم الخطأ للعربي، ملعوبة داخل منطقة 18، رأسية عند محمد جمال، توصل لأحمد هادي الحربي، لعبها طويلة الهادي لجهة مرزوق العازمي ممكن، لكنها برا برا برا، إلى رمية تماس محمد جمال العتيبي، يقول له في مسك، في مسك. الإنذار يأتي تقريبا في الدقيقة 41 من الشوط الأول، إنذار ثاني على نادي الساحل. تاليسون البرازيلي مع عيسى يعقوبو، كرة أغرب لسليمان عبد الغفور، سليمان طويلة حاول، لكن عبد الله العتيبي بعدها، حافظ مكانه عبد الله العتيبي كظهير أيسر. محمد فريح الخماسي في الخلف، محمد فريح، عبد الله عمار على الاطراف، الثلاثي الثابت احمد الصالح، حسن حمدان، وعبد الله حسن محمود. بالسلامه لحارس المرمى نواف المنصور، حكم مباراه ايضا قريب عنده، هذا حسن محمود، عبد الله حسن محمود ابوه لاعب نادي خيطان السابق، راح للشباب، كان خارج البلاد في دراسه، بعدين رجع للعربي من الشباب. توجيهات ايضا المدربين يوسف جالي واحمد عثمان، واضح هذا احمد عثمان مع بدر طارق من الشباب ايضا، لساعد يوسف الرشيدي ساعد هذا المدرب، اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق بعد اقاله المدرب، مدرب النادي العربي اللبناني باسم مرمر، في الجولة الرابعة تقريبا في دوري اس تي سي التصنيف لهذا الموسم. شوف فادي، شوف 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 سيدريك، شوف سيدريك، شوف يعني طريقة حلوة وجميلة للأمانة للاعب نتكلم عنه بدر طارق لمسه، وهنا أيضا الهدف الآخر اللي سجل من ركلة جزاء. ليش؟ لأن الوقت متوقف والمباراة متوقفة لإصابة وعلاج الحارس الحقيقة نواف المنصور. هذه كرة تشوف بدر طارق اللي ضيعها، هذه اللي ضيعها، ما تضيع ما تضيع، على العموم عوضها في آخر لحظة، عوضها في اللقطة الثانية وعوضها في الدقيقة 15، سجل هدف العربي الأول. على العموم تعود المباراة من جديد، تعود المباراة من جديد، حسن حمدان جمعة عبود
يؤدي دوره والله. برافو عليه جماعة عبود، يعني هذا المكان للخبرة المقاتل عبدالله الشمالي في النص لعب الارتكاز، لكن فعلا قاعد يقوم فيه هذا اللاعب جماعة عبود مع عيسى يعقوبو، ثنائي ثنائي الموجود. هذه محاولة عبدالله عمار والعرضية لكنها وين طلعت؟ برا الملعب إلى ضربة مرمى، برا الملعب إلى ضربة مرمى. أيضا غدا هناك اليرموك مع الكويت، دقيقتين كوقت بدل ضايع يحتسبها حكم المباراة في الشوط الأول. طيب الله الفضلي يعقوبو رجع وراء، يرموك الكويت غدا والفحيحيل مع الجهرة. الفحيحيل والجهرة سليبيخات والنصر والقادسية مع السالمية. مباريات القد، مباريات اليوم الشباب كاظمة، برقان للتضامن العربي والساحل. هذه المحاولة تيبي، سلام ناصر فالح يلعب العرضية ناصر ويبعد عبد الله حسن محمود بعد ما عدت من السوري أحمد الصالح. أحمد الصالح العربي هجومه ودفاعه يسيرون بخطة ثابتة، يبدو يسجل هو جول العربي يأتي عليهم جول في الدفاع، هو لذلك كان عندهم 8 لهم عليهم 7، اليوم أصبح لهم 9 وعليهم 8. الساحل أيضا نوعا ما غريب لهم، لكن كان عنده 10 أهداف وعليه 8، اليوم أصبح له نقول 11 هدف وعليه 9 حتى اللحظة طبعا. والمباراة لم تنتهي، دقيقتين من الوقت بدل الضايع، والكرة إلى ركنية، ركنية ممكن تكون الركنية الأخيرة في المباراة، والركنية هي طبعا لنادي الساحل في الدقيقة 46. راح ينفذ هذه الحربي اللي يلعب على الجهة اليمنى، وراح ناصر فالح على طول على الجهة اليسرى، واضح في الأطراف لنادي الساحل، ومحمد جمال هو رأس الحربة الصريح في المكان اللي كان هذا يتواجد فيه إدواردو البرازيلي. القير موجود وسليمان شيلها بوكس بنفس المنطقة، ويتابع أيضا عيسى يعقوبه بالرأس خارج الملعب إلى رمية التماس. هنا يعلن حكم المباراة سيد ضيف الله الفضلي 1. والآن لبداية شوط المباراة الثاني، شكرا للزميل عبدالله الأنصاري، شكرا لضيوف الأعزاء، وصافرة البداية الآن تنطلق من حكم المباراة ضيف الله الفضلي. نتمنى له التوفيق، ونتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق في شوط المباراة الثاني، ونقدمونا أفضل ما قدموا من شوط المباراة نقول الأول. طبعا بنفس التشكيلة، والعربي يلعب في سليمان عبد القفور، الخمسة الدفاع محمد فريح عبد الله عمار أحمد الصالح حسن حمدان عبد الله حسن محمود، في الوسط جمع عبود بدر طارق، وعلى الأطراف عيسى يعقوب وسيكو كيتا، والمقدمة لسيدريك هنري. بدر طارق سجل هدف وضيع هدف، عبد الله عمار أضاع هدف مؤكد أيضا على العربي، والساحل استقل الفرصة الوحيدة من ركلة جزاء وسجل هدف التعادل. العربي يلعب بالمباراة السادسة، نتكلم عن الساحل يلعب مباراته السابعة، والساحل عنده 9 نقاط قبل هذه الجولة، والعربي أيضا عنده 8 نقاط قبل بداية الجولة السابعة. كاظمة أنهى مشواره اليوم في بداية الجولة السابعة ب3 نقاط بفوزه على الشباب بهدف مقابل لا شيء. الشوط الأول برقان والتضامن انتهى بهدف للتضامن برقان لا شيء. مباراتنا اللي أمامكم أحبتي متابعينا عبر الرياضية الكويتية دائما 1-1، سجل للعربي بدر طارق هدف جميل ومتعوب عليه من ثلاثي، مقدمة سيكو كيتا وسيدريك هنري، متابعة جميلة من بدر سجل أول ربع ساعة في الشوط الأول، وش محمد جمال العتيبي سجل من ركلة الجزاء. بدر طارق قيابات مؤثرة يعني في كل الفريقين حقيقة، تكلمنا عنهم راح نقولهم بعد شوي، ونشوف هذه الكرة لمحمد فريح يلعب العرضية يحاول فيها يبعدها عبد الله العتيبي، تعود مرة ثانية لمحمد فريح، هات وخذ يا سلام، وين 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 برا الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. يعني شوف سيكو كيتا أو عيسى يعقوب لما يتقدمون مع سيدريك هنري يعملون فارق كبير، ويكون في هناك أيضا
مشكلة لدفاع نادي الساحل. على العموم ضربة المرمى يثبت نواف المنصور، هذا اللاعب حقي عبد الله عتيبي ظهير ايسر، ما يعني ماخذ ثابت احمد الصالح، في النص يعقوبو، يعقوبو مرة ثانية يغير على جهة اليمين، المحاولة للعربي سيدريك يتابع، ماذا يقول؟ لا ما فيها شيء، يقول لا ما فيها شيء، يقول لا ما فيها شيء، ركنية ركنية، يقول لا ما فيها شيء. شوف الإعادة، كرة طالت، وأيضا نقول جاسم عتيج في الكرة الماضية، والنظرة طبعا للحكم ضيف الله مع عتيج وسيدريك هري طالب ركلة جزاء، لكن هي على العموم إلى ركنية للعربي، ركنية للعربي في أول أربع دقائق من الشوط الثاني. لاعب الساحل على أرضية الملعب سلامات إن شاء الله، يستدعي طبعا الدكتور أخصائي علاج طبيعي لمشاهدة إصابة اللاعب، وإن شاء الله يكون سليم. هذا عبد الله العتيبي، شوف واضح أنه مصاب، كان في اللقطة الماضية وسقوطه على الأرض. شوفه يعالج، لكن والله ظهير أيسر حقيقة يعني يقدم دور كبير، قدم دور كبير لناديه. شايف ايضا احمد عثمان مدرب النادي العربي، بعد باسم مرمر، وهو درب قبل باسم مرمر، والان يعود بعد ما قادر باسم مرمر اللبناني بنتائج غير موفقه كانت له، وراه طبعا الاداره انه يعني نقول يبتعد او يقال. ركنية قام بالسلامة عبد الله العتيبي، والركنية لعبت الله، حلوة الكرة أيضا رأسية لكنها خارج الملعب. شوف اللعبات الهوائية دائما الركنية لما تأتي في المتابعة الصح، شايف شوف الركنية، يا السلام، حلوة أحمد الصالح لكن برا الملعب، أحمد الصالح لعبها عبد الله حسن محمود، وعبد الله يعني اللي يلعب شماله يعني وقف بدر طارق هو لعبها على طول. على العموم ضربة المرمى نواف المنصور ثبت البدلاء في النادي العربي بعد الإحماء في بين الشوطين، والآن تقريبا لخمس دقائق ست دقائق الآن ردوا لدكة الاحتياط، معناها في تبديلات للعربي. نفس الشيء الساحل اللي على اليمين، هذه العرضية ممكن أرضية وإبعاد على طول، تيجي بيبعد تبقى الكرة الآن اللي ناصر فالح ما يحصلها، مقطوعة للعربي في النص، بدر منقول خاطئ، عبد الله العتيبي قاريها صح ويسلم بالخطأ، قراها صح لكن سلم خطأ، يتابع ويصلح خطأ عبد الله العتيبي ظهير أيسر نادي الساحل مجتهد الولد الحقيقة، وهذه الكرة تغطية توصل سهلة لأحمد الصالح. أحمد الصالح يبحث يمين يسار، وين يلعب لمحمد فريح، نزلها والله سريعة يصيدها قبل العوت، وسهلة لعبها وأغرب إلى مرزوق العازمي، صح صادها قبل العوت ولعبها لكن قطعت. على العموم يعقوبو فيها خطأ على عيسى يعقوبو لاعب غانا، هذا الخطأ نعم واضح مع اللاعب أيضا مرزوق العازمي. سلامات سقوط اثنين من لاعبين نادي الساحل في أرضية الملعب، زوج العازمي ويبدو العتيبي ايضا، يبدو هناك ايضا عبد الله العتيبي اللي عند حكم المباراة والحارس نواف المنصور، اثنين من الساحل على ارضية الملعب. سلامات من المحظوظ اللي يروح للاخصائي العلاج الطبيعي، راح وين؟ للي اقرب له ويمشي على راحته على فكرة، يقول كان اتعادل ممكن يطلب الان النقالة والسيارة الداخلية
الان راح لمرزوق العازمي لان يبدو عبد الله العتيبي خلاص ما هو قادر. شوف الان راح وين مرزوق العازمي، شافه الامور عنده صعبه، قال لك خلنا عالج اللي في النص واترك المجال لي عبد الله العتيبي راح يغادر مع النقاله او سياره داخليه في نادي كاظمه هنا في استاد الصداقه والسلام. شايف سلامات السلامه ان شاء الله، ينقل خارج الملعب ليكمل علاجه ويجهز لاعب الان يوسف جالي بتاكيد يجهز لاعب. هذا اللاعب مرزوق العازمي اللي في النص الاخصائي العلاج الطبيعي اللي قاعد يعالجه ان شاء الله سلامات بالايد، سهاله سهاله ان شاء الله سهاله. لكن اصابه عبد الله العتيبي واضحه، يبدو انه عنده شد، عنده تمزق خفيف، الله اعلم، ما قدر يكمل خلاص، راح ينقل في السياره الداخليه في استاد صداقه والسلام. سلامات، وطبعا ينتظر حكم المباراة ويوقف اللعب. شوف ينقل الآن، نعم ينقل في السيارة الداخلية اللي في منطقة 18. الصورة طبعا على مرزوق العازمي، لكن هناك السيارة نقلت من عبد الله العتيبي، طلعتها برا ناحية الحكم المساعد الثاني هناك عمر الشطي. سلامات 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 يا عبد الله العتيبي، اللاعب النشط في الجهة اليسرى لنادي الساحل للأمانة. هذا هو مشكور مصورنا، أخيرا مشكور مخرجنا، لما اتجه عبد الله العتيبي خارج الملعب ما راح يكمل المباراة، واضح لإصابته، واضح للإصابة. التبديل الإجباري نقول راح يأتي لنادي الساحل بالتأكيد، التبديل الإجباري. وايضا مرزوق العازمي ايضا خارج الملعب، لازال اثنين خارج الملعب الان، هل يستغل العربي؟ مقطوعه تعود مره ثانيه، حاول فيها عدها هادي الحربي في النص، يعقوبو سيدريك حلوه تمريره برافو، بيحاول ايضا العربي بيضغط لكن ما تمشي معاه، والعب يقول له ما فيها شيء في النص، جمعة عبود على جهة اليمين، محمد فريح في لاعب من الساحل على الأرض، جمعة عبود يتركها لبدر طارق يقول له خلاص خله يصفر خله يلعب اسقاط، راح يلعب اسقاط. يعني التبديلات الآن نعم تبديل قادر نقول عبد الله العتيبي بالسلامة إن شاء الله، وبديله عبد الله أحمد غانم، عبد الله أحمد غانم هو البديل. وايضا شايف اللاعب عبد الرحمن جمال العتيبي شقيق، وايضا مرزوق اللي سقط مرزوق العازمي ايضا يستبدل اصابته، مرزوق ايضا يستبدل، وايضا مغادره هادي الحربي، هادي الحربي ثلاثة دفعة واحدة الآن يجريها الإسقاط للعربي. بدر طارق سلم لأن أساسا الكرة كانت للعربي، وكم كنت طلعونها برا على العموم، لكن على العموم شايف أيضا فالح العجمي خلوة، أيضا شقيق محمد جمال العتيبي اللي هو عبد الرحمن أيضا يشارك، ثلاثة قادروا اللي هو مرزوق العازمي عبد الله العتيبي وهادي الحربي، مشاركة ليه عبد الله غانم وعبد الرحمن أيضا العتيبي وفالح العجمي، ثلاثي الساحل يشارك الآن مع بداية شوط المباراة الثاني، والعربي بيضغط على جهة اليسار، ولا زال العربي يعتمد على التشكيلة اللي بدأها في بداية شوط المباراة الأول. يعقوبو لا حسن حمدان، حمدان حول شيلها لا زالت للعربي، محمد فريح مع عبود يحصلها وين بيلعبها على اليمين، تنقطع مره ثانيه يعقوبو، كره عاليه الراسيه والتغطيه الدفاعيه بمبدا السلامه على طول، مبدا السلامه عبد الله غانم هو اللي شيل لان اللعب ك
كظهير أيسر مكان زميله عبد الله العتيبي. عبد الله غانم بديل مكان زميله عبد الله العتيبي. رمية التماس للعربي الآن محمد فريح مرة ثانية في النص جماعة عبود بالخطأ من أحمد الصالح تنقطع حصلها ناصر فالح أو بالكعب يا سلام صح حلوة جميلة بدر طارق إلى عيسى يعقوبو يعقوبو حسن حمدان سيكو كيتا جماعة عبود حلوة اللعبة راية وتسلل فيها راية وتسلل فيها الراية والتسلل من عمر الشطي من عمر الشطي كم المساعد الثاني هناك شوف شوف واضح 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 لكن انتظر هو حتى يستفيد منها اللاعب بالشكل الصحيح وأخيرا يرفع أخيرا هو من رفع الراية فعلا تاليسون برازيلي أحمد الصالح جمع عبود حصلها جمع عبود مور حاول يلعب بينية مقطوعة قاريها صح البديل عبد الله غانم وأيضا شايف هناك تكلم عن عبد الله أو عبد الرحمن العتيبي يلعب مع شقيقة محمد جمال العتيبي خطأ لنادي الساحل الكرة ثابتة الآن وين بتلعب رونالدو ملعوبة وإبعاد من عبد الله حسن محمود والكرة خارج الملعب رمية التماس للعرب رمية التماس للعربي هذا عبد الله عمار لاعب منتخبنا الأولمبي والمنتخب الأول والنادي العربي أموره ما كانت طيبة هو محمد صفر مع طبعا باسم مرمر قعدهم على الاحتياط يعني كل مدرب له وجهة نظر يعني في لاعب معين خلاص يدخل مزاجه يشركه حتى وإن كان لما في صافرة وخطأ وإنذار إنذار على سيكو كيت إنذار سيكو كيتا في دعم نعم الدفع موجود واضح والدقيقة 15 من الشوط الثاني انذار سيكو كيتا برافو برافو يا جاسم عديج اللي عندك انت ايضا انذار لكن شوف الروح الرياضية العالية هدي هدي حكم مباراة يعلن عن الكرت الاصفر والتعادل لا يزال قائم احبتي المشاهدين متابعينا عبر الرياضية الكويتية دائما العربي واحد الساحل واحد في دوري STC التصنيف 2021 2021 تلعب حسن حمدان محمد فريح طويلة عبد الله عمار سريع حصلها 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 ويحاول مرة ثانية وين يسلم مرة ناحية بدر لكن تنشال من بدر خارج الملعب يبعدها البرازيل ليوناردو خمس محترفين برازيليين دفعة واحدة أتى فيهم نادي الساحل هذا الموسم قال لك خلاص خل الكرة البرازيلية مع لاعبين الموجودين اللاعب الخطير اللي كان هو يعني نقول عنه في الساحل ماثيوس هيريك اللي سجل هاتريك على خيطان لكنه مصاب وعلى دكة الاحتياط للضرورة ممكن يشارك لكن حتى الآن أمورهم ماشية الساحل تعادل واحد واحد تمر حسن محمود تعود تنقطع مرة ثانية ولا زالت في النص ناصر فالح ناصر حلوة يلعبها على اليسار عبد الله غانم عبد الله أحمد غانم يحاول يتقدم البديل عبد الله بيحاول مرة ثانية يرجع للخلف ويشوف الخلف يعني بيسلم على الراحة علشان جاسم عتيج يعني هو حاول يتقدم لكن ليش لعبها بالخلف
لأن خلاص سكروا علي العربي. انقطعت الآن، أوه تفكير نوعا ما صح، لكن أكثر من اللازم عالية، أكثر من اللازم عالية يا سيكو كيتا. صحيح أنت شفت من نواف المنصور برا منطقته، وصحيح أن تفكيرك تلعبها بهالصورة، لكن ما تلعبها عالية أكثر من اللازم. على العموم نواف المنصور هذه طويلة لكنها برا، برا حاول يلعب الكرة أيضا للبديل فالح العجمي. يلعب في النص، رمية تماس أخرى، رمية تماس. حتى الآن العربي البدلاء يعملون الإحماء قريبين لدكة الاحتياط، المكان الخاص في الإحماء للاعبين وليس خلف المرمى، يعني قريبين للبدلاء. فيها صافرة وفيها خطأ على عبد الله حسن محمود، يساعده أيضا زميله فالح العجمي. الروح الرياضية متواجدة، سلامات، برافو. يبدو أن في شد أصبح عبد الله حسن محمود، والعلاج واضح أيضا، العلاج واضح. سلامات، سلامات لعبد الله حسن محمود على طول. حسين عبد الله الأخصائي العلاج الطبيعي شوي فينا على طول، يأتي سريعا ما شاء الله عليه، رغم أن جسمه شوية ثقيل لكن والله كأنهم كلهم أبناء، مجتهد في عمله ومخلص في عمله، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. أيضا دكتورهم طبعا أنور محمد علي دكتور النادي العربي. إذن الخطأ ملعوبة للساحل على طول، والرأسية على فاعل عربي توصل بدر طارق، حاول يمر راح منه سهلة، وهنا ناصر فالح، ناصر فالح يحاول يمر لكن يبعدها حسن محمود إلى ركنية، حسن محمود يبعدها إلى الركنية. الآن الركنية تأتي في الدقيقة نقول 20 من الشوط الثاني، ركنية لنادي الساحل على يسار حارس مرمى سليمان عبد الغفور. ملعوبة حلوة لكن أيضا تبعد، لكن تبعد، تبقى في الدفاع. لعبها ضاري حمد حربي، مقطوع الآن في شد، ويقول الأفضلية من حكم المباراة ولا زالت للعربي، ويحاول فيها سيدريك مرة ثانية تلعب هات وخوذ. يعقوب غير محل، وين بيلعبها؟ محمد فريح بيلعب العرضية، مرت من الجميع، توصل عبد الله عمار، جول صنعها عبد الله عمار، صنعها عبد الله عمار وسجلها سيدريك هنري، صنع عبد الله عمار وسيدريك يسجل في الدقيقة 21. شوف 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 شوف، مرت وتهيأت عبد الله عمار، الله 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 الله، سيدريك هنري. شوف البداية لمحمد فريح، محمد فريح الظهير الأيمن لعبها للظهير الأيسر، نقول تماما، والرأسية سيدريك من بين المدافعين، من بين المدافعين، هذا المهاجم الخطر، هذا اللي يعرف مكانه صح. شوف سيدريك بينهم اثنينهم، وهقهم وهقهم وهق تاليسون وجاسم عتيج، وحطها براسه داخل المرمى. هدف ثاني للعربي، الهدف الثاني للعربي، سيدريك هري رأسية من صنع عبد الله عمار، من صنع عبد الله عمار. نعم من حقك تفرح، حقك تفرح بالهدف الثاني، هدف ثاني للعربي في دقيقة 21 من الشوط الثاني، من الشوط الثاني. الشوط الأول بدقيقة 15 سجل العربي، وبعدين تعادلوا الساحل بدقيقة 19. الآن يتقدم العربي بالهدف الثاني، بدر طارق من سجل أولا للعربي وضاع أولا للعربي، تبقى في النص جمعة عبود. الآن العربي يعود للتقدم من جديد في الوسط، عيسى يعقوبو، عيسى يعقوبو مرة ثانية، عيسى إلى سيكو كيتا، كيتا في النص، سلم بدر طارق،
يبي هالمكان بدر له المكان اللي يشوت ممكن ترجع مرة ثانية يضغط مرة تروح من بدر ترجع مرة ثانية لي عبد الله حسن محمود بدر طارق هات وخذ عبد الله عمار يلعبها لكن وين خارج الملعب خارج الملعب خارج المكان لأن كان أغرب على العموم حصلها كيتا 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 تنقطع من أمامه تعود مرة ثانية يقطعها فالح العجمي في النص ناصر فالح حاول ناصر لكن فيها خطأ يلعبها على طول ناصر خلاص إن الوقت يمر سريع بالنسبة على الساحل خطأ الآن للساحل مرة ثانية في وسط الملعب ملعب الساحل تقريبا تلعب لي جاسم عتيج قلب الدفاع سلم لي ليوناردو ليوناردو البرازيلي مرة ثانية لفالح العجمي تمريرة يقطعها السوري أحمد الصالح بدر طارق يهدي مرة ثانية أحمد الصالح في النص يعقوبه جمعة عبود جمعة عبود تقدم جمعة عبود يكسب ملعب صح إلى بدر طارق يلعب يسقط بدر طارق لكن برافو صاحي تاليسون تاليسون صاحي ويبعد الكرة لكنها بغت للعربي محمد فريح على الجهة اليمنى حسن حمدان حسن حمدان وين لعبها وين خارج الملعب خارج الملعب إذن إلى رمية التماس للعربي هذا بدر طارق بدر طارق حاول طبعا بدر طارق من اللاعبين الخبرة ويعطني يعطيه الفرصة كاملة إذا نواف المنصور نواف المنصور طويلة من فالح العجمي مقطوعة لا زالت في النص يعقوب يحصلها يحصلها في النص كيتا 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 بيحاول كيتا بدر طارق تأخر وانقطعت بدر طارق في النص وخطورة الكرة دائما لما تنقطع من نص الملعب وهذه للعربي يعطي فرصة حكم مباراة سيكو كيتا مرة ثانية ملعوبة باتجاه راية راية وتسلل راية وتسلل خلنا نريحكم راية وتسلل إذن عمر الشطي تسلل والتبديل الآن للعربي تبديل للعربي شوف يعني العربي تبديله الأول يأتي في الدقيقة 25 في الدقيقة 25 بدر طارق محمد زنيفر محمد زنيفر مشكور بدر طارق سجل أول هدف للعربي وقادر وإن ضيع هدف مؤكد في الدقيقة 7 لعبها فوق لكن الآن محمد زنيفر بديل حقيقة لاعب أيضا له دور كبير في النادي العربي بعد ما لعب مع النادي العربي وحتى يعني كان باسم مرمر ما له يعني في محمد زنيفر لكن الأمور تغيرت بعد الإقالة وعودة من زنيفر ومشاركته مع العربي وعتيج اللي راح لكاظمة أيضا ما كان له رؤية فيه على العموم كل مدرب له نظرة كل مدرب له شيء في اللاعب على طول هو اللي يعرفه بالتأكيد هذه الكرة ملعوبة عبدالله عمار صانع الهدف الثاني سلام يلعبها مجهود طيب يقدمه عبد الله عمار وهذه كرة أقرب للدفاع وقريبة لجاسم عتيج قريبة لجاسم عتيج إذن أول تبديل للعربي مشاركة محمد زنيفر محمد زنيفر في النص مكان بدر طارق كان بدر طارق تبديل وحيد بينما هو بدراء في خمسة في طبعا حزمة كورونا أصبح خمسة وهذه المحاولة للساحل لكن فيها خطأ وبرة 18 خطأ برة 18 شكله في انذار ممكن نعم الكرت الأصفر كرت أصفر لي
عبد الله عمار. يأتي الإنذار قريبا مع الدقيقة 27 من الشوط الثاني. شوف اللعبة مشاركة عبد الله. نعم القدم وإعاقة صافرة من حكم المباراة، صافرة من حكم المباراة ضيف الله الفضلي مع الإنذار. مع الإنذار خطأ مكانه خطير، الخطأ مكانه خطير نعم، ولذلك يعني جمال العتيبي ممكن يلعب كرة بالشكل الصحيح أو على من يعني. شوف حتى جاسم متقدم وتاليسون متقدم أيضا دافع، مكانها خطر جدا لو لعبت بصورة صحيحة. من أحمد غازي؟ نعم أحمد غازي، أحمد غازي وتنشال وتبعد. شوف محمد جمال انتقل الجهة الأخرى، هناك شايفينه كرة فيها رمية تماس للساحل، رمية تماس لعبت وحسن حمدان أيضا بالرأس. مبدأ السلامة إلى ركنية هي ثالثة الآن لنادي الساحل، تأتي في الدقيقة 29. ركنية على يمين سليمان عبد الغفور، العربي 2 الساحل 1. بدر طارق، سيدريك هنري، وهذه المحاولة للساحل، هل يعود مرة ثانية؟ الله، برافو يا ولد، برافو عبد الله أحمد غانم، برافو يا غانم، كرة حلوة الحقيقة بشماله على طريقة أيضا عبد الله العتيبي الظهير الأيسر، نتمنى له الشفاء اللي يصيب وغادر. وجاءت الفرصة الآن، شوف شوف عبد الله، يا سلام يا ولد، حلوة لكنها برا الملعب إلى ضربة مرمى، برا الملعب إلى ضربة مرمى. عبد الله غانم يلعب له كرة حلوة، ضربة مرمى للعربي، وضع عالية الحارس سليمان. تبغى على العموم عبد الله حسن محمود، والكرة إذن خارج الملعب. تبديل، تبديل عبد العزيز السليمي، عبد العزيز السليمي هو اللي نزل مكان عبد الله حسن محمود، كان عبد الله حسن محمود. جمعة عبود، عبد العزيز اللي كان يغيب عن العربي في المواسم الماضية كان في الفحيحيل. العزيز السليمي يعود للتشكيلة الآن ويشرك المدرب في الدقيقة 30. كرة منقولة لنادي الساحل والعرضية حلوة لو استغلها صح فالح العجمي. العجمي بيحاول يمر، بيلعب كرة يشيلها، فيها صافرة وفيها خطأ لدفاع العربي. جمع عبود يرجع، جمع عبود طبعا، جمع عبود راح يكون بمكان عبد الله حسن محمود، راح يرجع لي الدفاع كقلب مع حسن حمدان واحمد الصالح، ويكون عبد العزيز سليمي هو ومحمد زنيفر في الوسط، هو ومحمد زنيفر في الوسط. عبد الله عمار، سيدريك هري صاحب الهدف الثاني بالراس، يا عيسى يعقوبو، عبد العزيز السليمي، محمد زنيفر، عبد العزيز السليمي مرة ثانية، التغيير لعبد الله عمار، حصلها عبد الله عمار ويتقدم عبد الله عمار، عبد الله عمار ويلف، طالت عليك خلاص، طالت عليك الفكرة، صار عنده تفكيرين، ياخذ الكرة ولا يلعبها، أخيرا هي برا، فكر في اللحظة الأولى يا عبد الله عمار، مثل ما صنعت الهدف الثاني حتى تكون أنت صح، خلك في قرار واحد، لا تخلي تشتت مخك في قرارين. على العموم كرة في الدفاع للساحل، تاليسون البرازيلي، عبد الرحمن العتيبي حاول يمر يقطعها من أمامه، أحمد الصالح تعود على الجهة اليسرى، هناك البديل عبد الله غانم، عبد الله أحمد غازي في الوسط، أحمد غازي مقطوعة وفيها خطورة، 2-2، 2-2، 2-2، وين تلعب العربي يتقدم، أصبح 4-2 العربي، وين بيلعب
بخرها ويعقوب يحاول كيته وضاعت على كيته. أربع لاعبين تصور من العربي والهجمة كانت للعربي، واثنين من دفاع الساحل ما استغلوها لأن تأخر، خلاص تأخر كما هو الحال لما شوف التجديد عبد الله عمار ضاعت منه الفرصة. أيضا اللاعب سيكو كيته تأخر كثيرا، والتبديل الآن تبديل أيضا للساحل، يبدو أن أحمد غازي ما هو قادر. تبديل الساحل، تبديل اللي راح يشارك خليفة إدعيج مكان زميلة أحمد غازي، لأن خليفة إدعيج والبديل. فرصة على العربي الحقيقة بتضيع يعني مع دقيقة 32 تقريبا، دقيقة 32 خليفة إدعيج عادة الرقم 22 يكون لحراس المرمى، خليفة إدعيج يحمل الرقم 22 ويلعب في وسط الملعب. حلوة يا ولد، برافو أيضا فالح العجمي، لكن جمعة عبود ما يتركها ويقطعها، ولا زال الفالح العجمي وجمعة عبود، والخطأ على جمعة عبود، خطأ على جمعة عبود اللي أصبح قلب دفاع مع حسن حمدان وأحمد الصالح الثلاثي الثابت في العربي. هم على فكرة خمسة في الدفاع، يعني محمد أفريع وعبد الله عمار على الأطراف يمين ويسار، ثلاثي الثابت أحمد الصالح حسن حمدان، وكان عبد الله حسن محمود، أصبح الآن جمع عبود وأشرك عبد العزيز السليمي ومحمد زنيفر بدل بدر طارق أيضا اللي شارك وقادر سجل وقادر. ضاري ضاري حربي عدها رحمن، سهلة جدا لي سليمان عبد الغفور، كرة طويلة الآن محمد زنيفر، يا سلام يا ولد زنيفر يلعبها صح على اليمين، هناك عيسى يعقوبو، يعقوبو بيحاول بيمور، لا زالت الكرة معاه، يقول له العب، مطالبة بخطأ، حكم مباراة يقول العب ما فيها شيء أبدا. تاليسون البرازيلي ضاري، حمد حربي يلعبها والكرة على طول يبعدها عبد الله عمار خارج الملعب إلى رمية التماس. العربي جهز لاعب الآن، ممكن يكون عيسى وليد، ممكن يكون عيسى وليد شايف، ويبعد يبعد على طول أحمد الصالح، أحمد الصالح عدها بيرجع لحارس مرمى ولا يهدي لأنه خلاص أصبح المكان فاضي عنده. إذن عيسى وليد اللي راح إعارة لكاظمة الآن يعود من جديد للنادي العربي، أحد اللاعبين الخبرة. هي الراية يبدو قال له تعال، رجع رجع رجع، والرابع هاشم رفاعي أيضا رجع في القرار وينتظر. على العموم سيدريك هري، سيدريك 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 يمرر النفسه صح، وين بيلعب العرضيه ولا لا، يكسب فيها ركنيه، ركنيه لصالح العربي، ركنيه لصالح العربي. إذن الركنيه، وهذا سيدريك هنري، والدقيقه تقريبا نقول 36، دقيقة 36 العربي 2 الساحل 1، تقدم العربي تعادل الساحل ثم تقدم العربي في الشوط الثاني في الدقيقة 21. الركنية محمد زنيفر البديل شماله ما شاء الله عليها، وهذه الكرة الركنية لعبت دفاع صح، ساحل يبعد على طول، تاليسون تعود مرة ثانية لكن وين، إلى ركنية من نفس المكان طبعا من فالح العجمي، ركنية ركنية أيضا لصالح العربي، الركنية الآن تبديل للعربي. عبد الله عمار مكاننا، مكان عيسى وإيد، خلاص إذن عيسى وليد
هو اللي راح يشارك كظهير أيسر مكانه هذا المكان، وأيضا راح يشارك أيضا أسامة حمد الرشيدي، شاب من الشباب القادمين. أسامة حمد الرشيدي مكان من؟ مكان المهاجم سيكو كيتا، مكان سيكو كيتا. إذن يشرك الآن أسامة حمد الرشيدي، أسامة الرشيدي يشارك كبديل مع أيضا عيسى وليد، والركنية الآن للعربي. محمد زنيفر على التنفيذ، محمد زنيفر على التنفيذ، محمد زنيفر ركنية للعربي، والرأسية مرت من أحمد الصالح، مرت من أحمد الصالح، ما لعبها صح، ما لعبها صح. السوري الدولي يلعب على اليسار، عبد الله غانم، عبد الله أيضا يمرر، عدها أحمد الصالح السليمي، لكنها أغرب لنواف المنصور. نواف يلعب إلى تاليسون، طول تاليسون، قطع في النص يعقوبو، طول على محمد سيدريك هنري، شيلها تبقى في الوسط لخليفة عيج، لكن وين الكرة؟ خارج الملعب. رمية تماس لصالح العربي، الرمية التماس لصالح العربي، هذا عبد العزيز السليمي. 39 دقيقة، العربي 2 الساحل 1. حاول أيضا اللاعب أسامة الرشيدي، تبقى لسيدريك هنري في النص، عيسى يعقوبو، عبد العزيز السليمي، حسن حمدان، محمد رحلة، عبد العزيز السليمي، عيسى يعقوبو، العربي مسيطر في وسط الملعب، وأخيرا يعيد الكرة لحارس مرمى حتى يسحب لاعب الساحل، والطويلة من سليمان عبد الغفور أيضا مقطوعة. لا زالت الكرة في وسط الملعب، محصور اللعب، وهذه سريعة وممكن، لكن أغرب أغرب لنواف المنصور من أمام الشاب الصغير أسامة الرشيدي. الرشيدي لما تتكلم الرشيدي في العربي تذكر فهد الرشيدي لما كان رأس الحرب، تتذكر أيضا لعبة على العموم. تنقطع عبد الله غانم، خالد الرشيدي أيضا حارس مرمى النادي العربي السابق، وفهد الرشيدي واليوم شاب صغير أيضا من الرشايدة، الله يكثرهم إن شاء الله يحفظهم وكل أبنائنا إن شاء الله. على العموم عيسى يعقوبو سلم، عيسى يعقوبو، عبد العزيز السليمي، يا سلام، هاتوا خذ سيدريك، سيدريك 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 سيدريك، راحت خلاص، ضاعت 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 ضاعت. حلو انطلاقه سيدريك، خطير سيدريك، لكن يضيع احيانا كثيرا، الا انه يسجل في اوقات صعبه مثل ما خطف هدف التقدم حتى الان براسه. وهنا مبدا الافضليه من حكم المباراه، حاول لعبها قوية الكرة برا الملعب، رمية تماس لصالح العربي على الجهة اليمنى، هناك محمد فريح، محمد فريح، يعني 4 دقائق متبقية. أحبتي المشاهدين الكرام متابعينا عبر الرياضية الكويتية دائما في نقل حي ومباشر في دوري STC التصنيف لهذا الموسم 2021، انطلاقة اليوم الجولة 7، والتحية موصولة للأشخاص ذوي الإعاقة اللي تابعونا أيضا عبر الرياضية الكويتية في بلدنا الحبيب الكويت أو خارج الكويت. رمية التماس، عبد الله غانم، عيسى، لكنها خارج الملعب، رمية التماس تصبح للساحل،
نواف، عبد الله غانم، مرة ثانية نواف المنصور، حاول تاليسون، ليسون قدم إيفاء، وأيضا فالح العجمي، والأرضية جمعة عبود، طولها جمعة عبود، تنقطع للعربي، حاول فيها عيسى يعقوب في النص، وين بيمر يكسب رمية تماس، رمية تماس للعربي، رمية التماس للعربي، هذا اللاعب ضاري حمد حربي، هو مهاجم لكن هو يلعب كظهير مدافع أيمن، طبعا اليوم كاظمة مع الشباب، فاز كاظمة بهدف تضامن وبرقان الشوط الأول، تضامن أنهى الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء، هنا يا سلام برافو، هذه كرة ملعوبة سريعة أيضا تبعد من راس محمد فريح، لكنها خارج الملعب، رمية التماس للساح، رمية التماس للساح في الدفاع، ضاري حمد حربي، تاليسون، تاليسون يعني بالقيابات من الطرفين الحقيقة، والثلاثي الخطير ماثيوس فيها خطأ، ويبدو فيها الكرت الأصفر، كرت أصفر جمع عبود، شوف اللعبة، وهذا جمعة مع محمد جمال العتيبي، هذا محمد جمال مهاجم نادي الساحل على أرض بالسلامة، سلامات محمد جمال العتيبي، ورغم أن الكرة مشتركة مع زميلة جمعة عبود، خلاص تقريبا الوقت 44 دقيقة من شوط المباراة الثاني والدخول على الدقيقة 45، بيقول له قوم بيعطيه الكرت الأصفر، شوف بيقوم أو يطلع، سقط الكرت من حكم مباراة، معلش لكن الصورة كانت على علي مندني والجهاز الإداري الطبي، وهنا أيضا يوسف الفضلي مساعد عام كرة القدم مع يوسف جالي والحكم سيد علي محمود وأيضا هاشم الرفاعي الرابع، سلامات الآن عطى الكرت الأصفر، الآن عطى الكرت الأصفر لما قام وقادر بالسلامة يا محمد جمال العتيبي، السلامة إن شاء الله، يبدو أن عنده الشد والإنذار أيضا في وقت متأخر جدا دقيقة 44، مجهود أيضا قدمه في الشوط الأول والشوط الثاني وواضح الشد العضلي، عيسى وليد جمع الصالح، حسن حمدان، غيابات اللي تكلمنا ماثيوس وإدواردو ومارسيلو الحقيقة في الساحل البرازيلي محترفين، محترف يكون أيضا يفيد الفريق، خمس دقائق كوقت بدل ضايع الشوط الثاني، خنشوف انطلاقة هنا عيسى وليد، والعرضية من عيسى وليد مرت لازالت خطيرة، محمد فريح عالية بعيدة، لا هي رفعة ولا هي على المرمى يا محمد فريح، برا الملعب إلى ضربة مرمى، وبنفس الوقت أيضا الغيابات في العربي، دولي السنوسي الليبي الهادي، وعبد الله الشمالي، نايف حميد، بندر السلامة أيضا أصيب في منتخبنا تمرين، وهناك علي خلف وحسين أشكناني، أيضا مجموعة كبيرة في غيابات في النادي العربي، هذه فيها خطأ وفيها صافرة للساحل، خطأ للاعب عبد الله غانم اللي فعلا قطى المكان، مكان زميله عبد الله العتيبي، كان زميله عبد الله العتيبي، حاول الساحل الآن، خمس دقائق كوقت بدل ضاع، فيها أهداف، فيها أهداف للي يستقل الأهداف تأكيد، هنا ابعاد أحمد الصالح تطهير المنطقة، وتعود مرة ثانية الرأسية، ولا زالت خطيرة إنما تبعد، جمعة عبود يشيلها في الوقت المناسب إلى ركنية، أخطر كرة لعبد الرحمن العتيبي،
عبد الرحمن العتيبي كان ممكن والدقيقة تقريبا 46 ركنية الآن. فالح العجمي، فالح العجمي في لاعب العربي على الأرض. سلامات بالسلامة السام الرشيدي، السام الرشيدي على الأرض. طاري حمد حلمي يقول ايش فيك ما عمل شيء، طبعا اللقطة احنا ما شفناها. شوف هذه الكرة مشاها حكم المباراة وضاعت على عبد الرحمن التيبي وشالها في الوقت المناسب جمعة عبود. ركنية الآن مع الدقيقة 48 ركنية للساحل والراية تسقط ويعدلها أيضا اللاعب فالح العجمي. فالح العجمي والركنية الآن لنادي الساحل أوبا، لكنها برا الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى ولا ركنية. يبدو أن عطى رمية تماس، رمية تماس، نعم رمية تماس. ساحل خلاص 48 دقيقة، عطى خمس دقائق سنصل للدقيقة 50. العربي حتى الآن 2 ساحل 1 والكرة خارج الملعب إلى رمية تماس، إلى رمية تماس، رمية تماس، رمية تماس. طبعا قادسية من 6 مباريات 15 نقطة، النصر 11 نقطة من 5 مباريات، الكويت 9 والسالمية 9. الكويت عنده لعب 5 مباريات على فكرة، عنده مباراة ناقصة أيضا، والسالمية أيضا عنده 9. الساحل اليوم خلاص راح يوقف عند 9، إذا انتهت هذه المباراة بهذه الصورة. والعربي سيرفع رصيده إلى 11 نقطة مشاركا النصر، وإن تفوق كاظم الآن أصبح عنده 12 نقطة بفوزه على الشباب، فوزه على الشباب. على العموم رمية تماس خلاص 49 الدخول على الدقيقة 50، صعبة على العربي وصعبة على الساحل اللي يبحث عن التعادل، والعربي يبحث عن النتيجة تنتهي بهذه الصورة والثلاث نقاط لا زالت خطيرة. الآن ملعوبة الرأسية تبعد لسيدريك هنري يعقوبو، سيدريك مرة ثانية حصلها، الهجمة للعربي انطلاقة سريعة، بيحاول يمر 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 يمر، ممكن يكون الثالث للعربي، ممكن الثالث للعربي، ممكن الثالث للعربي، حصلها أسامة الرشيدي الشاب صغير، يهدي يهدي خلاص بيضيع الوقت، خلاص بيضيع الوقت أو يكسب ركنية. طلعت برا الملعب إلى رمية ضربة مرمى، لكن والله فرصة الثالث كان ممكن، لين ثلاث لاعبين وصلوا لنا الساحل تقدموا وخلاص يسجلون التعادل. على العموم خلاص الخمسين دقيقة الخمس دقائق ويبقى الوقت لدى ضيف الله الفضلي، الهجمة الأخيرة ستكون لنادي الساحل. تاليسون تاليسون ويحاول فيها فالح العجمي، ترجع في النص إلى خليفة عيج يلعبها على جهة اليسار عبد الله غانم، وهذه كرة داخل منطقة 18 يبعدها الدولي السوري، ولا زالت عند يعقوبو يلعبها على اليمين. خلاص 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 هنا يعلن حكم المباراة ضيف الله الفضلي.